أهلا بعماد الدهر وأنيس الروح. أهلا يا أبا عبد الله. خيرا بإذن الله. قضى عمره بصحبة طيبة في صحبتك يا أبا عبد الله، لا يناله إلا الخير والسعادة، لكني أشعر باقتراب الموعد وإني متلهفة للقاء وجه ربي الكريم، وأريدك أن تكون إلى جواري يا أبا عبد الله قبل رحيلي. لا تيأس ولا تجزع، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن معه الله فمن عليه. لن أوصيك بفاطمة وزينب وأبي عثمان، فأنت والله يشهد لن تدخر جهدا في حبهم ورعايتهم طوال حياتك، لكني أوصيك بك، تابع العزم فيما عزمت وكن صلبا كما عهدتك. بطلب قد يكون الأخير. لك ما تريدين. اقرأ لي ما تيسر من القرآن، فإن في هذا راحة لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.